يا مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم. حلقه جديده ومساء جديد من مساء القاهره، ويا مساء الضحك، الضحك اللي فتح في جناين مصر. عارفين اللاعب بتاع الكوره اللي بيجيب جون في نفسه، اللي هو يفضل يلعب طول الماتش ويحاول ان يأدي ويعمل فنيات ومواهب وحركات وفي الاخر يجيب جون جامد جدا ولكن في نفسه؟ أهو ده بالظبط اللي بيعمله النظام اليومين دول من خلال مسلسل الاختيار 3، اللي يدوب أول حلقة اتعرضت منه امبارح وجابت ضحك السنين الحقيقة، حققت كوميديا على أعلى مستوى وسخرية لكل من حضروا هذه الحلقة امبارح، والأهم من كل ده الغضب من محاولة تزوير التاريخ في ظل ما احنا اللي عشنا هذه الأحداث ما زلنا أحياء نرزق. زي ما بتقول رشا عزت الكاتبة، كاتبة السيناريو المصرية، لا هي إخوان ولا هي 6 أبريل عشان نبقى متفقين من البداية. تعالوا نقرأ كتبت إيه في هذا البوست. رشا بتقول في بيت شعر المصطفى إبراهيم بحبه، بيقول التاريخ ضمن الغنايم وبيكتبه الكسبان، وخد بالك مش دايما الكسبان بيكون على حق، ولكن الكسبان دايما بيكون في ايده كل المفاتيح، الفن والاعلام والميديا وهلم جره، ولكن برضو كل هذا الى حين. القلش اللي شفته بعد عرض حلقه واحده ملوش حل، وبيأكد انكم اغبياء بامتياز وما بتسمعوش غير صوتكم فقط وبايديكم بتنتحروا. يلا ربنا يوفقكم ويعجل بيها ان شاء الله. شعب مصر الاصيل الاصيل الحر الابي هو اللي هيعمل الاختيار 4. والحقيقة حضرتك عزيزي المشاهد لو رجعت للسوشيال ميديا امبارح بعد مش بعد ده أثناء عرض هذه الحلقة من مسلسل الاختيار 3، والناس طبعا ضحكت بهستيريا وتناولت الأمر بسخرية، واللي قلش واللي هزر واللي عمل كوميكس واللي اشتغل فيديوهات، يعني الناس ما خلتش بصراحة. واحنا ما كناش نعرف ان هو كوميدي، احنا لو نعرف ان هو كوميدي كنا تابعنا مع حضراتكم من الجزء الأول.